السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. كشفت صفحة عنابة والناشط على الفيسبوك في الساعة الأخيرة عن وفاة 11 شخص بفيروس خطير، وهذا بعدما ظهرت عليهم أعراض متشابهة، فيما يتواجد 10 مواطنين يتلقون العلاج في المستشفى. هذا وبات لزمن على الجهة المعنية الإسراع في عملية رش للمستنقعات ومواقع المياه الراكدة في هذا الوقت بالتحديد، والمعروف بتكاثر حشرات البعوض، خصوصا مع تسجيل مصالح الصحة للعديد من الإصابات وخاصة بولاية عنابة والطرف. وقال مختصون في هذا الشأن أن هذا الوباء يسمى غرب النيل، وينتقل إلى الإنسان عبر حشرات البعوض ليصيبه بمرض عصبي تتفاوت خطورته والتي تصل أحيانا إلى الوفاة، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين.